طب احنا عرفنا ازاي نختار كورس، تمام، وعرفنا ازاي نسيرش على كورس على المواقع اللي احنا اتكلمنا فيها، وعرفنا برضو ان احنا لازم نشوف الانترودكشن فيديو او البرومو او البرزنتيشن بتاعة الكورس او ايا كان اسمها يعني، تمام. لازم نشوف عشان نشوف برضو الشرح بتاع الشخص ده كويس ولا لا، ونشوف برضو الريفيوز بتاعة الكورس ده، تمام. الكورس نيدز، في كورسز مثلا يقول لك الكورس، فلازم انت مثلا لسه داخل في مجال الديجيتال ماركتنج ومش عايز حاجه ادفانسد، عايز حاجه للبيجنرز، فتتاكد من ان تحت الهيدلاينز يقول لك مثلا الكورس ده للادفانسد او للناس البروفيشنالز او الناس الانترميديت او هكذا، تمام. خامس حاجه، يستحسن انك لما تيجي تاخد كورس ما تاخدوش لوحدك، لازم يكون حد معاك يشجعك، واختار صديق كويس، يعني مش صديق اللي هو يقول لك فكك من الكورس وتعالى نلعب دورين طاولة، لا، شوف كورس كده، شوف حد زميلك يشجعك فعلا انك تاخد الكورس ده وتخلصه، مش مجرد كورس عادي، مش مجرد حد عادي عشان تخلص الكورس للآخر. سادس حاجة، البلاننج، انت مثلا الكورس ده مثلا مدته 14 ساعة، تقول مثلا انا هاخده 3 ايام في الاسبوع لمدة 4 اسابيع فعشان اعرف اخلصه، تمام. فتقسم ال المدة بتاعة الكورس على حسب عدد الأيام اللي أنت تقدر تخلصه فيه. الديسكشنز، في كورس بيبقى فيها ديسكشنز وإكزامز، حاول تتفاعل مع الناس بشكل كبير عشان المعلومة تثبت في دماغك وعشان تتناقش في الحاجات دي. الأجانب بالذات عندهم ملكية اللي هو لو هم عندهم سؤال تافه بيسألوه، فبيفهم حاجة وما بيتريقوش على حد لو هو مش فاهم حاجة، وما بيقولوش لأ لو كورس لايف مثلا أو كورس مباشر، تسأل المحاضر في أي وقت. معظم كورسات يوديمي ممكن بيجمعك مع على جروب على فيسبوك او جروب ايا كان جروب فين، ويبقى في ديسكشن ما بينك وما بين المحاضر ده وما بين الطلاب اللي معاك، فحاول تنطلق معاهم لحد ما المعلومة فعلا تثبت، ولو في اي حاجة صغيرة اسأل عنها، تمام. اهم حاجة ديت لما تيجي تبدأ في كورس، اعمل لوج اوت من كل السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي انت مسجل عليها، يعني اعمل لوج اوت من فيسبوك او شيل الموبايل خالص لو انت بتشتغل من اللاب، واعمل لوج اوت مثلا، اقفل الواتساب، اقفل كل حاجه متعلقه انت ممكن تشغل نفسك بيها، تمام. الكورسات او معظم الكورسات متسجله، بس في كورسات بتبقى لايف، حتى الكورسات اللي متسجله مثلا على يوديمي ساعات صاحب الكورس يقوم واخدكم كده، الناس اللي مسجله الكورس يقوم مجمعكم في جروب على فيسبوك او تليجرام او كده عشان يبقى في ديسكشن ما بينك وما بينهم، تمام، ما بينك وما بين المحاضر وما بينك وما بين الطلاب اللي معاك، عشان لو في اي حد عنده اي سؤال او حابب يحاول المحاضر ترد عليه، مش في كل الكورسات بس معظم، تمام. اخر حاجه، لازم تكون معاك نوتس، واكيد لما تيجي الكورس انت مش بتاخد كورس سماعي بس، انت بتاخد كورس وتكتب وراه كل حاجه، واقول لكم ازاي دلوقتي تكتبوا، ازاي تسجلوا النوتس ورا المحاضر بشكل كويس عشان ما يبقاش نحكاشة فراخ كده على الورق، تمام. ده التعمل اللي انت ممكن تشتغل عليها لما يجي يكون معاك ورقة، حاول تقسمها بالشكل ده. الشرح اللي هي المربع ده كده، المربع الاولاني بتاع الشرح، تكتب الحاجات اللي انت واخدها ورا المحاضر، 1 2 3 4، تمام، الحاجات اللي هو بيشرحها، تمام. الكيوردز مثلا، ده اي مثلا كلمه انت مش فاهمها او شايف انها كلمه كبيره في او مصطلح كبير في المجال ده، حاول تكتبها في الكيوردز عشان لما تيجي تسيرش عنها بعد كده تعرف معناها. كلمه مثلا غامضه، كلمه انت مش حابب تفهمها، كلمه انت حابب تفهمها، كلمه انت حاسس ان وراها كلام كتير، خليها في الكيوردز عشان انت تسيرش بالكلمه دي بعد كده لما تخلص السيشن بتاعت الكورس، تمام. لما تيجي تخلص بقى الكورس خالص وقفلت الكورس، ما بينك وما بين نفسك بقى الشرح اللي قدامك ده حاول تنزله في السامري، هنا تكتبه تحت هنا في السامري وتلخصه باسلوبك وتعمله تحت، بعد كده تقدر تراجع عليه. ده تمبلت الورقه كده كنت بستخدمه لما كنت باخد كورسز، وكان ما شاء الله كان الحمد لله يعني بيفرق جدا لما اجي اطلع من كورس ويكون معايا الورق ده، بحس ان انا فعلا انجزت في الكورس ده بشكل كبير، تمام. الوقت اهم حاجه، الوقت، الكورسات كلها ممكن تفضي بس ساعتين في الاسبوع عشان تخلص الكورس، فالوقت انت لو نظمته صح هتخلص وتخلص 3 4 كورسات في الشهر بس من غير دلع، تمام. الكورس اللي على الاونلاين كلها كورس صغيره، مش بنتكلم مثلا في سمستر كامل انت هتشتغل بيه يعني او تتعلمه، لا، ده مجرد بس كورس مش هيكمل 40 ساعه، ممكن تخلصه في شهر، في شهر ونص،
في اسبوعين على حسب ما انت عايز. كل كورس اه طبعا كل كورس لوحده، ما تدخل يستحسن ما تدخلش كورسين خالص تمام، وخاصة لو كان الكورس متسجل واوريدي موجود على على النت. كورسات البرمجة على حسب بقى الاستاك اللي انت تدخل فيه، يعني حسب انت شوف التراك اللي انت ممكن تدخل فيه في البرمجة ايه، وفي فعلا اه في حاجات بتطول وفي حاجات بتبقى قصيرة، يعني الحاجات الادفانسد اكيد هتطول، انما الحاجات للبيجنرز او كده اكيد بتبقى صغيرة تمام. احنا بنتكلم دلوقتي للناس اللي هم لسه داخلين في مجال الكورسات اصلا عشان ما يزهقوش من الاول، انما بعد كده انت طالما كملت في البرمجة وحبيت فيها انت ممكن تقعد قدام الكورس طول اليوم ومش هتزهق، طالما انت حابب الموضوع وحابب انك تكمل في المجال ده تمام. ازاي بقى نتحكم في وقتنا؟ في حاجة اسمها بومودورو تكنيك، لو حد سمع عنه قبل كده، انك بتقسم الفترات بتاعتك لمدة نص ساعة، كل نص ساعة بتسمع كورس فيها 25 دقيقة وخمس دقايق بس راحة، خمس دقايق بس تمام، مش أكتر من الخمس دقايق تمام. يعني إيه ما مشاش معايا؟ لو بتسأل عن حاجة فرسها مش فاهمها بصراحة. بومودورو تكنيك زي ما قلت لكم، تقسم مثلا انت هتقعد ساعتين على الكورس او ساعه، تقسمها لفترتين، كل فتره 25 دقيقه وبعد 5 دقائق راحه، وبعد كده 25 دقيقه تاني وبعد كده 5 دقائق. والله على حسب، يعني في ناس بتفرق ما بتنفع معاها وفي ناس ما بتنفعش، في ناس مثلا ياخدوا ال 25 دقيقه وبعد كده الخمس دقائق ديت ياخدوها نص ساعه، الخمس دقائق الراحه ياخدوها نص ساعه راحه، فعلى حسب انت مثلا هتلتزم بيه ولا لا. وما مشيش معاك عادي عادي جدا، شوف انت اللي يمشي معاك ايه. خلاص احنا بنتكلم على حاجات مش اسطمبة ثابتة هتمشي مع كل الناس تمام، يعني هي مش حاجة ثابتة لازم تمشي مع كل الناس، اللي يمشي معاك ممكن ما يمشيش مع غيرك عادي جدا تمام. شوف اللي مناسب ليك انت، لو مناسب ليك انك تقعد ساعة على الكورس وبعد كده تشوف اي حاجة تعملها عادي، مناسب ليك انك تقعد 10 دقايق بس على الكورس وبعد كده 3 دقايق راحة عادي، طالما انت في الاخر هتخلص الكورس وهتستفاد منه بشكل كويس. ده أهم حاجة بالنسبة لي، إنك أو بالنسبة لك أنت بقى، إنك في الآخر تاخد الكورس وتتعلمه وتستفاد منه. ده مجرد هيدلاينز أو مجرد اقتراحات، اللي حابب يشتغل بيها ماشي، اللي مش حابب ممكن يشوف أي تكنيك تاني خاص بيه هو يعني. تمام، أنا كده خلصت دلوقتي، معاكم 10 دقايق كده لحد ما نشوف الأسئلة بتاعتكم، كل واحد لو عنده أي سؤال ممكن يتكلم فيه في الشات أو يريز هاند والاورجنايزرز يعملوا ان ميوت ويتكلم عادي معايا، مفيش اي مشكله. ما اعرفش بتاع استاذ باني، لو كده ممكن تبعت للشباب عشان انا بصراحه ما اعرفوش، ابعت للشباب معاك وكده، ممكن حد تاني يحب. لو في حد عنده اي اسئله او اي استفسار انا معاكم موجود اهوت، يا اما يكتبه في الشات يا اما يعمل ان ميوت ويتكلم، انا معاكم. لو حد عنده اي استفسارات تانية، ده الكونتاكت بتاعي، ده الفيسبوك، وده رقم التليفون، وده لينكدين، ورقم التليفون فيه واتس بوت، لو حد حابب يتواصل معايا في اي وقت ما فيش اي مشكلة. اتفضل لو حد عايز يسأل. ممكن بس طلب أكيد اتفضل. أنا لما بخش على يوديمي بيبقى فيه كورسات كتير في مجالي، و بيجي كل ما باجي مثلا أبدأ في كورس بلاقي كورسات تانية كويسة وبتاع، فده أوقات كتير بيعمل لي تشتت بين الكورسات كتير يعني. زي ما قلت لك، حاول قبل ما تبدأ اختار الأول حاجة، اختار هيدلاين. أنت مثلا مجالك إيه بالظبط؟ أنا مهندس ميكانيكي. تمام، ادخل على شوف، بيبقى تحت هندسة ميكانيكا تحتها حاجة تانية مثلا الكترونكس أو كده تمام. شوف أنت حابب تمام. تشتغل إيه، حدد مجال واحد بس، ما تحددش كذا مجال تمام. ولو أنت لسه ما حددتش مجال، خد حاجة اسمها كراش كورسز أو بقى محاضرة من كل كورس عشان لحد ما تحدد مجال واحد بس تمام. قبل ما تسيرش على يوديمي حدد بس مجال واحد، اختار كورس واحد اللي هو أعلى واحد في التقييمات والهيدلاينز المناسبة ليك، اختار كورس واحد بس تبدأ بيه. يعني مجرد ما شفت كورس ما تشوفش أي كورس تاني، لأن الكورس هتغريك وهتقع فيها وهتغرق فيها مش هتطلع منها. هي المشكلة
هتغرق فيها والله، هتقعد طول هتلقط تم الكورس ده محاضرة، تم كورس ده محاضرة، تم الكورس ده، وهتلاقي في الآخر التحصيل صفر أو التحصيل قليل. تمام، فخد الكورس كورس، مثلا أنت بدأت في كورس وعجبك وكملت فيه تمام، ما عجبكش وقفه وابتدي في كورس واحد تاني. ما يعني ما تعملش انرول في كذا كورس غير لما تخلص الأول. تمام، احنا كلنا عاملين يعني عندنا في مثلا لو دخلت عندي على يوديمي هتلاقي عامل ويتنج ليست كتيره جدا ما خلصتش فيها اي حاجه. في كورسز انا خدتها بس المناسبه اللي هي باخدها مش مناسبه ليا ما بكملهاش. تمام، فواحده واحده كده يعني تحدد واحد بس وما تحددش اكتر من حاجه، وتحدد هيدلاين واحد بس او مجال واحد بس. انت مثلا عايز تركز في الميكاترونكس مثلا، لا شوف كورسز الميكاترونكس بس وركز فيه، ما تركزش في اي حاجه تانيه غيرها، او تختار من كورس مثلا ظهر لك 10 كورسات ميكاترونكس، شوف اعلى واحد تقييم فيهم ايه، واكتر واحد الهيدلاينز بتاعته مناسبه ليك، واكتر واحد الشرح بتاعه مناسب ليك، وكمل فيه واحد بس. تمام، المجال الرئيسي، المجال الرئيسي تسويق الكتروني ديجيتال ماركتنج، وشغال حاليا في الميديا باينج. المجال الرئيسي اللي اتخرجت منه، انا خريج معهد طبيه وحاليا لسه داخل كليه علوم طبيه لسه هبدا فيها. التقييمات بتبقى موجودة على يوديمي، يعني على يوديمي زي ما احنا شفنا هتلاقي مثلا لو دخلنا الكورس هتلاقي مثلا أي كورس مثلا من دول، ده التقييم الإجمالي. تمام، اللي هو ده اللي هو 4.6 مثلا، عدد التقييمات 13461. تمام، ده اللي هو التقييم الإجمالي 4.6 من 5 و من 13000 تقييم، فده تقييمه عالي جدا. عفوا لو سمحت، اتفضل. السلام عليكم. بداية مثلا لو أني أخذت كورس معين في مجال معين مثلا وليكن مجال دراستي، طيب كيف الفكرة أني أعمل؟ أنا حاخذ بعده مثلا أكثر من كورس ثاني، فكيف بدي لما أجي بدي أجمع المادة العلمية، كيف ممكن أني أحتفظ بالمادة العلمية أنه لما مثلا أكتب في السي في اني اخذت الكورس كذا وكورس كذا وكورس كذا، فمرات انه في السي في بتاعي يقولوا انه هذا مثلا ما اخذ اكثر من كورس وكذا، فكيف بدي اعمل عشان اني اعمل ريفرش للمعلومات، او كيف بدي احتفظ بالمعلومات لاكبر وقت ممكن في حين اني باخذ اكثر من كورس، فمثلا ممكن يضيع علي المعلومات، عرفت كيف؟ فهمتني؟ ده كله هيبقى في الملخصات اللي انت هتكتبها، اللي انت بتكتبها ورا الكورس لازم تحتفظ بيها وترجع لها، تراجع عليها من اول باول. دي حاجه، تاني حاجه وده الاهم، انك تطبق، يعني الحاجات هتثبت اكتر لو انت طبقت بشكل عملي. تمام، فاول حاجه الملخصات ديت لازم ترجع لها اول باول، وخاصه الشرح اللي انت كتبته بالسمريز. تاني حاجه انك تطبق. طيب بالنسبة للتطبيق حتكون معلومات نظرية مش ممكن تطبيقها، حتكون الخيار الأول هو الأنسب اللي هو أنه تكتبها في سامريز، فهل في مكان معين مثلا أو حاجة أحسن مكان أنه الواحد يكتب فيه السامريز بتاعته اللي هو عملهم، ولا كيف؟ هل في مثلا على الوورد، ولا يعني أنه يعمل على وورد، كيف بالضبط؟ بص انا من المدرسه ان انا بحب الحاجه الورقيه، يعني بحب اشتغل بالورق. تمام، يعني ما بكتبش على وورد كتير، بكتب بالورقه والقلم، ده بالنسبه لي افضل. في ناس تانية ممكن يكون المناسب ليها انها تكتب على وورد. تمام، وساعات لما تيجي تكتب على وورد خليها على جوجل درايف عشان منك بعد كده، عشان لو كان في فورمات الحاجه او كده، عشان يبقى موجود على الكلاود او موجود على النت بشكل دائم. تمام، لو حابب او مكتسب بتاع الناس اللي بتحب الحاجات الورقية، اكتب في الورقة هيبقى افضل عشان تثبت المعلومة بشكل اكبر. بالضبط، هو موضوع الورق كويس انه بتثبت المعلومة وبتشوفها كمباشرة إلك، بس انه الفكرة مرات بيضيع الورقي، فانه الواحد لازم يحتفظ فيها في المكان هيك انه مش حيضيع. خلاها بقى على الكلاود، على جوجل درايف مثلا، على جوجل درايف مثلا يبقى لك فولدر على جوجل درايف وتحط فيه الحاجات الوورد بشكل دائم. ايوه، شكرا شكرا. الكونتنت رايتنج، عايز اسامي الكورسز قويه فيها. في قنوات كتير على يوتيوب، مثلا حاجه زي بتاع علي مبابي، علي مبابي بيقدم حاجات كويسه في الكونتنت رايتنج او بالماركتنج او ديجيتال ماركتنج بشكل عام. ده واحد من تلاميذي يعني القدام. في بقى ناس كتيره في القاهره بتقدمها بشكل بيت، زي شارك اند شريمب، ده شركات سوشيال ميديا وشركات ديجيتال ماركتنج. وفي اي ام فاند،
اي ام اف ان دي وشارك اند شريمب، اكيد انتوا ممكن تكونوا عارفينها. ده الاثنين دول بيقدموا ما بين وقت والتاني كورسز كونتنت رايتنج، بس بشكل اللي هي في اونلاين وفي اوفلاين يعني الاثنين. قنوات ايه بالظبط؟ القنوات الخاصة ايه؟ معلش يا جد، تعلم التسويق الالكتروني لو حبوا يعني. لو انت لسه ما حددتش المجال بتاعك ادخل فيه، ولو لقيت الدنيا انت وكمل فيه وهيبقى كويس يعني، هو مستقبله كبير بصراحة، بس للي حبه وللي حابب يتعلمه، لان برضو في ناس كتير ما بتحبوش يعني. انا اول ما دخلت التسويق الالكتروني ما حبتوش، ما كنتش اتوقع خالص ان اكمل فيه. تمام، فعلى حسب انت حابه ولا لا. كونتنت رايتنج او القنوات، في سوشيال ميدياوي كانوا عاملين كذا كورس، وفي جروس هاكينج سوشيال ميدياوي وجروس هاكينج وعلي مبابي، هجيبها لكم برضو على اليوتيوب اهوت. اسمها جروس هاكينج اكاديمي. تمام، ده عليها كورس كويسه، وبالذات الناس اللي حابه الميديا باينج مثلا زي. تمام، وفي الفيسبوك اد استراتيجي والسي بي او والحاجات دي كلها. في عالم بيبي بيتكلم بشكل عام عن الفريلانسنج، بس بيركز اكتر في الديجيتال ماركتنج. تمام، مثلا عنده حاطط مصادر كويسة لكل حاجة تقريبا يعني، وشرح مبسط جدا. تمام، فلو حابين برضه ايه تعملوا في كرياتوفا طبعا، بس مش عارف ليهم كرياتوفا اللي هي صفحة على الفيسبوك، بس مش عارف ليهم حاجة على اليوتيوب ولا لا. ما اعتقدش ان لهم حاجة على اليوتيوب. كان في زمان حاجة اسمها سكول اوف ماركتنج او سكول اوف كونتنت، كانوا ليهم برضه كورسات كويسة يعني. افضل موقع ابدا منه مجال البحث العلمي، الصراحه مش عارف، مش عارف والله. ما انا دخلت البحث العلمي كذا فتره مع مدينه زويل واصدقاء مدينه زويل والناس دي، بس ما كملتش فيهم الصراحه. فالصراحه مش عارف. ممكن تكلم حد مثلا زي اسراء يسري، لو ممكن تتواصل معايا واوصلك بيها، او نشوى عطله، او في كذا اسم كده. لو انتم مثلا مش عارفين معايا اوصلكم بيهم على طول، هما ليهم اكتر او بيشوفوا في المجال ده بشكل اكبر مني بكتير. هي كريتوفا طلع من هاش قناة رسمية. يعلم لغات ذا امريكان انجلش، هو اكتر واحد بيعلم انجليزي. لغات شاملة، ادخل بقى على ايديومي فري اللي احنا كنا دخلنا عليها من شوية. في علماء مصر، في العلماء كان في حد حاجة علماء حاجة كان ما كانوش كويسين، ده من علماء السوريين او الباحثون السوريين حاجه زي كده، انما علماء مصر كويسين. لغات لو انجلش زي ما قلت لك زي امريكان انجلش، وفي اللي هو ايديومي فري هتلاقي فيها لغات كتير جدا. فين ايديومي فري؟ زي ما احنا كنا جايبينها من شويه. تمام يا عزيزي، مفيش مشكلة، اتواصل معايا بكرة يعني. لو كده كلمنا على الواتس ونحدد ميعاد بس نتكلم فيه، لأن بكون في الشغل بكرة. فكلمنا على الواتس الأول ونشوف الميعاد المناسب ونتكلم فيه سوا. في لغات كتيرة هنا اهوت، كان بيسأل عن اللغات اهوت، اللغة الألمانية وكان في فرنساوي ده. هما الفترة دي مركزين قوي على ألمانيا عشان فرص سفر كبيرة جدا يعني. لو حد حابب يعرف الموضوع ده، ناس كتير بتسافر ألمانيا عشان بيبقى فيه لها مطالبات كتير. هنا على اليمين كده هتلاقي اللغة الإيطالية، اليابانية، الصينية، التركية. فلو حد عايز أي لغات، في لغات كتيرة جدا يعني، من أول ألمانية، فرنسية، إيطالية، يابانية وهكذا. فشوف أنت عايز تتعلم إيه وهتلاقي الفيديوهات على الموقع ده. في حد تاني حابب يسأل أو حابب يستفسر عن حاجة؟ تمام،
كده الميعاد عدى، معلش لو طولت عليكم، واتمنى اتمنى جدا يعني لو كنت بتستفادوا ولو حتى بمعلومه واحده، ده حاجه كبيره بالنسبه لي. طبعا بشكر الاورجنايزرز اللي هم اتاحوا لي فرصه زي دي. لو حد عنده اي استفسار او اي حاجه انا بعت لكم الكونتاكت بتاعي او موجود هنا اهوت، فلو حابب يستفسر عن اي حاجه تانية بس. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.